بكم من جديد. إذا في الأسواق العالمية نبدأ بالداو جونز، انحسار نسبة القلق تدريجيا في الأسواق الأمريكية بعد انتهاء الضربة المحدودة التي وجهت إلى سوريا، وإن كانت الأسواق لم تأبه لها كثيرا لكن يبدو أنها تلتفت إلى نتائج الأعمال من الدرجة الأولى. نستطلع ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو السيد وائل حماد، محلل الأسواق في شركة ICM Capital. سيد وائل أهلا بك. أهلا فيك. معنا، ودعنا نبدأ بالداو جونز، يعني يواصل لازال ارتفاعاته، إلى أي مدى نتائج الأعمال من الممكن أن تدعم هذا الاتجاه الصاعد؟ بالتأكيد الترقب وكل الأنظار عم تتجه على نتائج أعمال الشركات، وخاصة أنه شفنا القطاع المالي، يعني ممكن بنك أوف أمريكا مبارح شفنا كان في يعني هناك تحسن حتى على سعر السهم، يعني 0.4 كان في تحسن عليه. وايضا عم نترقب بيانات لعده ايضا عده شركات في الاس ام بي 500 ولا الداو جونز. اكيد بعد الموجه اللي كانت يعني شهدتها الاسواق، ان كان موجات تصحيح بالنسبه للداو جونز والمؤشرات الامريكيه، وايضا ما تبع من تخوفات من نشوب حرب تجاريه، ايضا تبعتها موضوع الضربه العسكريه اللي كانت مؤخرا على سوريا، أثرت بشكل كبير على ولكن كان محدود، يعني ما شفنا التحرك كان بأثر كثير. طبعا كانت الضربة في نهاية الأسبوع، وكانت الأسواق يعني كانت يعني ما كثير تأثرت بهذا الموضوع، ولكن الأنظار عادت لتتجه إلى نتائج الشركات والأساسيات بشكل عام، خاصة يعني بعض الارتياح اللي شهدته من بدء، أو هناك جولة من المفاوضات راح تكون مع الصين بخصوص الحرب التجارية أو التصعيد من الطرفين، صح. وبعض الإيجابية اللي أظهرتها الطرفين أيضا. أيضا هناك في عدة أمور عم تترقب الأسواق، منها الاجتماع اليوم مع شينزو آبي، كمان بالنسبة لدونالد ترامب وشينزو آبي يمكن تطرق أيضا إلى اتفاقيات التجارة، صح. النافتا عفوا التي بي بي ممكن يكون طرح ترامب كإشارة أنه قد يكون هناك في عودة إلى الطاولة للمفاوضات، نعم. على هذا الملف. لكن الصين يعني فقط يعني الموضوع كون تطرقنا لموضوع الحرب، نعم. التجارية، يعني عندما نسمع اليوم عن نتائج الربع الأول معدلات النمو، فبالتأكيد الصين كانت حتى الربع الأول متفائلة جدا بأنه علاقات التجارية واستهدافها لهذه مستويات النمو، ويعني علاقاتها ما تزال تصديرها كما هو عليه، صحيح. من بداية إبريل بدأنا نلحظ أشياء مختلفة. هل نتوقع أنه هذه بداية نهاية النمو في الصين، وسنسمع عن أرقام أقل من 6.8% المستقرة عليها من فترة إذا ما تم تنفيذ قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعرفة الجمركية؟ هلأ في عاملين حقيقة بالنسبة اللي بده يضغطوا ممكن بالربع الثاني على النمو بالنسبة للصين. الشيء الأول، أولا خلينا نقول أنه التوقعات إجت تماشيا مع البيانات إجت تماشيا مع توقعات الأسواق إلى حد كبير، أيضا تماشيا مع الربعين أو الثلاث الأرباع الماضية، أيضا كان عندها نفس المستويات كان النمو. العامل بغض النظر عن التصعيد على الحرب التجارية بين أمريكا والصين، هناك بالنسبة يعني بالنسبة للصين موضوع الحجم الدين اللي تجاوز 300%، هذا الموضوع راح يكون هناك اتخاذ قرارات بالربع الثاني. أيضا في تقرير، نعم مضطرين بس نقطع المقابلة معك سيد وائل، سنعود لك طبعا لاستكمال حديثنا. إذن هي القمة المستدامة التي سننتقل إليها الآن في نسختها الأولى 2018، والتي تناقش أهم التحديات والفرص وأفضل سبل الاستثمار بطريقة مستدامة ودعم للنمو الأخضر. القمة تضم أكثر من 350 مشارك من قادة الصناعة وصناع القرار لمناقشة التحديات والفرص على المستوى العالمي لحماية البيئة والتركيز على تأثير النمو الاقتصادي للبيئة. إذن مباشرة إلى هناك مع موفد سي ام بي سي عربية زميلة حفيظة البشاري تنقل لنا أصداء ربما هذه القمة في نسختها الأولى، إليك حفيظة.
أهلا بك طيب وأيضا بمشاهدينا الكرام. كما ذكرت هي قمة الأعمال المستدامة 2018 في أبوظبي، والتي تركز الضوء على الاقتصاد الأخضر وأيضا على التحدي بأن يكون هناك نمو اقتصادي في منطقة الخليج مع احترام البيئة، ووضع ربما العديد من المشاريع على هذا الخط. معي للحديث أكثر طبعا عن هذا الموضوع السيد خليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. أستاذ خليفة أهلا وسهلا بك، حدثنا عن أهم المشاريع التي قامت بها دولة الإمارات في هذا الموضوع، والتي احترمت فيها البيئة أو توجهت فيها إلى هذا الاقتصاد المستدام. شكرا لسي ام بي سي عربية. من أهم المشاريع طبعا كانت المبادرات اللي في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وأبرز دليل أن أبو ظبي تستضيف آيرينا أو وكالة الطاقة المتجددة. كذلك في مشاريع، أغلب المشاريع اللي تمت، مشاريع البنية التحتية اللي تمت ولها عائد اقتصادي، تمت بوعي ومحافظة على البيئة المحيطة. أضرب لك مثال على ميناء خليفة، تم الاستثمار حوالي 800 مليون درهم بس في الساحل المرجاني المحيط بميناء خليفة، وهذا الوعي يدل على التزام حكومة أبوظبي بدورها في المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة. المعادلة طبعا هي صعبة، يعني أن تحقق نمو اقتصادي وفي نفس الوقت أن تحافظ على البيئة للأجيال القادمة، كيف تتعاملون مع الموضوع؟ أنا أعتقد في وقتنا الحاضر التكنولوجيا والابتكار ساهمت بشكل كبير في تخفيض تكلفة الأعمال فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة، وأعتقد أن السنوات القادمة مع طرحنا للمبادرات تتعلق بالابتكار والتكنولوجيا ومساهمتها في المحافظة على البيئة راح نشوف حلول جديدة إبداعية، وإن شاء الله راح تساهم في التنمية والمحافظة على البيئة. حجم المشاريع لدى دائرة أبوظبي خلال هذه السنة كم ترصدون لها؟ وأيضا هل هناك مشاريع أيضا داخلة فيها موضوع الاستدامة؟ أغلب مشاريعنا اللي تم إعلان عنها في بداية السنة تأخذ في عين الاعتبار الأثر البيئي لكل مشروع. بالنسبة للأرقام أنا ما أقدر أعطيك رقم دقيق لأني يعني ما يحضرني حاليا، لكن ماذا عن هذه المشاريع؟ في مشاريع مثلا تتعلق بالنقل، منها مشروع القطار، في مشاريع تتعلق الحين راح يتم الانتهاء منها تقريبا في السنة هذه أو على نهاية السنة، منها مشروع المطار، مشاريع بنية تحتية كثيرة راح تساهم في دفع حركة النمو الاقتصادي، في مشاريع في المجال الهيدروكربون والنفط تم الإعلان عنها من شركة أبوظبي الوطنية للبترول، كل هذه راح تساهم إن شاء الله في دفع النمو الاقتصادي والتعافي الاقتصادي في 2018. يعني نتابع كما ذكرت ربما عديد من المشاريع، وخاصة الإمارات يعني تصنع أيضا بعض الصناعات الخفيفة، إلى أي حد يعني هذه المشاريع وهذه الصناعات تعطيكم نوع من النمو بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة كما ذكرت؟ الصناعة قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني. اليوم في اقتصاد أبوظبي الصناعة تمثل حوالي 12% من الناتج غير النفطي، وهذه المساهمة راح تزيد في السنوات القادمة لأن في تركيز على تمكين البيئة الصناعية وتحفيز القطاع الصناعي للاستثمار والتوسع في المصانع القائمة. وأنا أشكرك سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، شكرا جزيلا لك. إذن كما تابعنا هناك اهتمام بعدد من المشاريع التنموية والتي تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة. طبعا المعادلة صعبة لكن أبوظبي وحكومة الإمارات تسعى إلى تحقيق هذه المعادلة. وعودة إليكم للاستوديو. شكرا لك يا حفيظة لهذه المتابعة. ونعود مشاهدينا بدورنا إلى أداء الأسواق العالمية، ومن جديد مع ضيفنا السيد وائل حماد. كنا نتحدث عن الصين، كنا نتحدث عن معدلات النمو، دعنا ننتقل الآن إلى الخطابات الجديدة. يعني عندما نسمع من دونالد ترامب تغريدة تقول بأنه
الصين وروسيا ليستا على حق إذا ما استهدفتا إخفاض العملة أو القوى الشرائية لعملتيهما. هل باعتقادك سندخل في حرب عملات؟ ومن يقول ذلك؟ اللي هو ترامب، هو أصلا كما يقول المطبخ الاقتصادي الذي يقف خلفه يسعى أيضا إلى خفض الدولار. أيضا هناك يعني مغالطة أخرى، أنه بحسب تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بالنسبة للعملات، تقرير العملات، أنه الصين وروسيا كان هناك في يعني قوة للعملة الصينية والروسية، خاصة أنه إذا لاحظنا العملة الصينية كانت في يعني خلال العام الماضي والعام الحالي 12% هناك ارتفاع على العملة الصينية، بينما على قائمة العملات حسب تقرير النصف سنوي بالنسبة لوزارة الخزانة الأمريكية أنه اليابان كانت على القائمة، يعني وضع على تحت عين المراقبة إذا ما أنه ممكن في إمكانية للتلاعب بالعملات. يعني هو يريد يعني التصعيد بشكل أو بآخر، ممكن لأخذ يعني وضع السياسة أولا والاقتصاد ثانيا بالنسبة للدولتين، بالنسبة لروسيا والصين. وهناك اعتبارات أخرى ممكن هذا الخطابات كانت عم تصب في هذا النطاق. يعني نعم، دعنا نتحدث عن أسعار النفط التي تتعرض ربما للضغط تارة من زيادة المخزونات الأمريكية وارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، وأحيانا لتصريحات هنا خاصة في أوبك في ظل مراجعة الاتفاق إلى ما ذلك من هذه التفاصيل. كيف من الممكن أن نقرأ أسعار النفط في المرحلة المقبلة بناء على كل هذه المعطيات؟ يعني العلاوة الجيوسياسية كانت هي عم تأثر على أسعار النفط في الآونة الأخيرة. بالطبع الأسواق بدأت تنظر إلى الأساسيات عودة مرة أخرى، ولاحظنا التصحيح أو الاتجاه اللي كان ارتد إلى الأسعار بشكل طفيف، ولكن تعطي مؤشر أنه العلاوة الجيوسياسية يعني بدأت تنحسر، والآن الأسواق تنظر إلى الأساسيات اللي منها طبعا ارتفاع منصات الحفر إلى أعلى مستوياتها من يعني مارس 2015، أيضا الاتفاق، وهناك بعض الإيجابية بالنسبة للاتفاق، يعني المشاعر خلينا نقول مختلطة، ولكن إيجابية أكثر من أنه سلبية بالنسبة لأسعار النفط. نعم، ونشكرك ضيفنا في استوديو البرنامج السيد وائل حماد، وأنت محلل الأسواق. شكرا جزيلا لك.